الجهد العظيم الذي بذله في حياته العملية والساعات الطويلة في العمل، ولا يعرف أبداً موضوع نهاية الأسبوع كأجازة ولا سفر أجازات سنوية، ما يعرف هذه اللغة، ما يعرفها. كانت فاتورته باهظة على صحته، فبدأت متاعب المريء تحصل له والتهابات حادة فيها، سببت هبوط شديد في الوزن. العم أسامة شبوكش يعيش على حمية من الخضار المسلوق مدى الحياة. ثم تحول الموضوع إلى مرض الباركنسونز ومراحله متطورة جدا وتسارع الأعراض فيه، بالإضافة أنه سقط ووقع على رأسه وكسر رقبته في خلال إحدى صلوات الجمعة، واضطر يعمل عملية حرجة في ألمانيا في رقبته، عمليتين، لكن لم تعدل الحالة وأصبح الحديث نوع ما يتعبه وصعب الفهم في بعض الحالات. أسأل الله أن يتم شفاءه. لكن العم أسامة طبعا باعتباره طبيب وطبيب متمرس يعاني من معرفته بهذه الأعراض، وعزة نفسه تتغلب أحيانا، فالعقل يقول له شيء أنه قادر والجسم واقعيا يقول له العكس. أحمد الله سبحانه وتعالى أنني ولدت مسلماً سعودياً وتربيت تربية إن شاء الله إسلامية. حرمت أن أكون عن أتمتع بحنان الوالدة والوالد، حتى أنا كنت خارج البلد، كنت وحيداً، كنت أحزن حينما أرى الطلاب الآخرين يروحوا أهليهم وأبهاتهم وأنا سجين في المدرسة الداخلية. حرمت من شباب يمضي مع الآخرين، هل كنت أشتغل وأكتب قوتي. حلمت أن أتمتع بالحياة المبهرجة، حيث أني كنت أعمل في غسل الطبق الأطباق وفي غسيل الآلات. حلمت أن أخذ أجازاتي مع أهلي، هل كنت أعمل لأكسب قوتي. حلمت من أمضي حياتي في رفاهية أو في تلزه أو سينما أو مسرح، هل فعلا أعمل لكي أستفيد بوقتي فيما يخدم وطني وديني. الوقت من ذهب، ومن جد وجد، ومن التزم وصل. ما كنت أتصور أن أنا أكون مدير جامعة أو وكيل جامعة أو كابتن كلية، ولا أفكر حتى في خيالي أكون وزير. فالإنسان يجد، والله سبحانه وتعالى يجد المخارج كلها. أصبر أصبر أصبر، 77 مرة في أقوال الخير الصبر. كلما صبرت حقق الله أمانيك، ولكن لا تدبر، وحاول قدر المستطاع أن تأخذ بعض مما قلت عن حياتي كنموذج يساعدك في التغلب على الصعاب. صعاب مهمة جدا، وأن نتحمل ونتخطاها بتأني وبرؤية دون أن نظلم الآخرين. ثم الحياة كلها عبارة عن رحلة قصيرة نمضي فيها كراكب راحل يتوايت على ظل الشجرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فكرس حياتك أن هذه الرحلة القصيرة تقدم فيها أكبر خدمات ممكن تقدمها لبلدك، لدينك ولوطنك، وتكون فيها نموذج لأهلك، حتى تكون إن شاء الله من العامل الناجحة في مجتمعك، وحتى يشارك البنان. ورجو الله سبحانه وتعالى يوفقكم ويسدد خطاكم ويحقق على أيديكم الأماني.